كل حاجة بتستفزني، طريقة الأكل بطريقة مش حلوة، رمي ورق على الأرض، الكلام بأسلوب مش لطيف، تعاملات الراجل مع الست أو العكس بعد ساعات، كتير 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 قلدوني، فأنا مش يعني كتير أنا بس كتير منهم بلوجرز كمان أو انفلونسرز أنا مش عارفة أسمهم. تشوفي إزاي فكرة الراجل عايز الست تصرف عليه؟ لا ده مش راجل، معلش. أمينة أنا برحب بيكي معايا في وانتيك، كلميني على حضورك النهاردة على كاربت جيرلز. ولا حاجة، هم بيكرموني علشان محتوى الإتيكات بتاعي وعشان I'm a powerful strong woman، وأنا مبسوطة من التكريم ده بصراحة قوي. أمينة عملت فيديوهات كتيرة بتعلم إزاي فيها الناس الإتيكات وإزاي عادات الإتيكات، إيه اللي يستفز أمينة يعني وإنتي قاعدة مع حد في مطعم، طريقة الأكل، طريقة التعامل، لأن الإتيكات موجود في العلاقات وفي التعامل وفي الأكل. كل حاجة بتستفزني، طريقة الأكل بطريقة مش حلوة، رمي ورق على الأرض، الكلام بأسلوب مش لطيف، تعاملات الراجل مع الست أو العكس بعد ساعات، تصرفات الناس في الشارع، في حاجات كتيرة قوي ما بتعجبنيش. شفتي تفاعل إزاي الناس معاكي مع الفيديوهات اللي عملتيها على السوشيال ميديا؟ وكانت في ناس بتتريق كتير، طريقة أكل المانجا وطريقة الشوربة وطريقة أكل الرز، شفتي إزاي التعامل الناس أو الهجوم اللي حصل والتنمر اللي حصل؟ أنا ما شفتش لا ده هجوم ولا تنمر، أنا بس طلعها بوزيتيفلي، الناس إحنا شعب مصر دمنا خفيف، هو ده الإحساس اللي كان جوايا وبس، لأن دايما واحد لما بيبقى واثق من اللي بيقدمه ما بيفرقش مع الناس حقيقي، خصوصا لما أنت بتقدمي حاجة واثقة منها 100%، فأنت اعملوا بصوا الناس عارفة بتعمل إيه، بتفلفص مني، فلفصوا، أنا هجيبكم برضو بالظبط كده، فلفصوا، اقعدوا فلفصوا. أكتر فيديو حصل فيه عليك يعني نقدر نقول هزار عجبك على طريقة إيه اللي أنت قدمتيه وعجبك؟ بصي كتير 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 قلدوني، فأنا مش يعني كتير أنا بس كتير منهم بلوجرز كمان أو انفلونسرز أنا مش عارفة أسمهم، بس عايزة أقول لك مفيش حد قلدني غير لما دمه خفيف بجد، وأنا بحب أقعد أتفرج، طبعا ما أتفرجش على كل الفيديوهات، بس لا الناس دمها خفيف، إحنا مصريين دمنا خفيف، أنا بقعد أضحك زيهم، بقعد مش أنتوا بتضحكوا أنا بضحك معاهم. شوفي ازاي فكرة الاتيكيت ما بين الرجل والست في العلاقات؟ لازم، هنا في مصر وحشة قوي 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 قوي، تعاملات بصي انا مش هقول بس الرجل للست، كمان الست للرجل، بس اكتر حاجة واوحش حاجة بكرهها ان لما الراجل يكسف الست او الست تكسف الراجل قدام الناس، دي انا بالنسبه لي كارثيه، دي اكتر حاجه بتضايقني. هل من الاصول الاتيكيت ان الست تسال الراجل انت معاك كام او الراجل يسالها على مرتبها الشهري؟ لا بصي، هو ان الراجل يسال الست هي معاها ايه وبتاع، لا خالص، الست من حقها عشان نعرف نعيش بس، لكن الراجل ملوش دعوه خالص بفلوس الست ولا يسالها، هو يديها ويزودها بالظبط. يعني دلوقتي بتشوفي ازاي فكرة ان الراجل عايز الست تدفع له تصرف عليه؟ لا ده مش راجل، معلش ما عنديش كلمة تانية اقولها، مش راجل مش راجل. هاخد أمينة لفيلم ليه تعيشها لوحدك وتجربتك فيه مع خالد الصاوي وشريف منير، وانتوا حققتوا كده توليفة حلوة مع بعض، راضي عن نجاح الفيلم وكلميني عن تجربتك. بصوا هي تجربة كانت لطيفة جدا، ما كنتش متحضرة لها لأن أنا اتعرض عليها حاجات كتيرة أو مش كتيرة يعني 4 مرات أو حاجة، وكنت بعيدة خالص عن أو رافضة التمثيل لأن أنا ما بحبش أدخل في حاجة وأنا مش دارساها، فالمخرج حسام جوهري هو اللي أقنعني بصراحة لأن الشخصية كانت قريبة مني، فقلت خليني أجرب وحبيتها. نقدر نقول الفيديوهات اللي انت قدمتيها ساعدتك على فكرة ان انت لان انت قدمتي برامج على التلفزيون وكمان فيديوهات على السوشيال ميديا؟ يمكن الفيديوهات دي مرنتني، والله العظيم من غير ما ساعدتني من غير ما ادري، ممكن قوي. سؤال اخير عشان ما اطول، انا عارفه ان انت بتحضري البرنامج او تقدم منه 3 حلقات، فكلميني عنه عن فكره. هو اللي طبعا اكيد برنامج موضه وجمال وبيوتي وفاشن وكل حاجه تهم الستات، يمكن اللي مدخله عليه بقوه بقى لان كنت مقصره فيها زمان، ان عامله فقره مخصوص للاتيكات مسميها تحدى امينه، اوكي، وفقره سلوكيات برضو حلوه قوي بعملها. التحدي اللي يعني مين اكتر حد يعني التحدي اللي انت حاطاه الهدف؟ لا بنجيب ناس ما نعرفهاش خالص واطباق ويلا هم مستعدين يتحدون، واحد بس يعني احنا عملنا كام حلقه، احنا صورنا 4 يعني عملنا بتاع 8 حلقات، واحد بس اللي نجح لحد دلوقتي. احنا 100 مليون مصري، كم واحد مقتنع ان الرز بيتاكل بالمعلقه وكم واحد مقتنع ان الرز بيتاكل بالشوكه؟ طيب هو مش دلوقتي بقى الميك اب والشعر والحاجات دي عادي صح؟ انا اللي ابتديت، انا هقنعهم، انا هقنع
هقنعهم زي ما اقنعت الناس ان في كريم وسان بلوك، وانا كمان هقنعهم. سيليك شكرا. شكرا.